للمزيد في هذا الشأن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الكاتب والمفكر كمال زاخر. دكتور كمال، أهلا بحضرتك. في كل مرة يحدث فيها مثل هذه الحوادث يتم التأكيد على أن نسيج الاجتماع المصري بخير وعلى أن الصف الوطني لن يتمكن أحد من شقه، لكن في هذا الظرف الذي نحن إزاءه الآن وفي الظروف التي نحياها، إلى أي مدى يبدو النسيج الاجتماعي والصف الوطني المصري محصن ضد أي اختراق؟ هو الصف المصري لم يتم تشكيله عبر سنوات ماضية لكن عبر قرون، وبالتالي هو عصية على التحلل أو على التأثر بمثل هذه الأحداث، طالما أن احنا بنواجهها بإرادة قوية، وطالما أن احنا بنواجهها بقواعد حقيقية للقضاء عليها. وبالتالي أنا شايف على الأرض في خطوات مهمة، يعني منها الزيارة بتاعت النهاردة للرئيس السيسي للكنيسة، زيارة بتقول انه الرئيس يعني يتفاعل بشكل ايجابي مع الاحداث ومع الواقع بعيدا عن المجاملات وكذا. وبالتالي هو النهاردة راح للزيارة، هي زيارة تعزية بالاساس، زيارة دعم بالاساس، زيارة تأكيد ما هو مؤكد انه المصريون الاقباط هم جزء اصيل من النسيج الوطني وجزء اصيل مكون اساسي من مكونات الوطن، وبالتالي كان لابد من هذه الزياره حتى لا تاتي في الاعياد وكذا وتعتبر كانها تهنئه او قفزه على الاحداث. انا شايف انها اختيار التوقيت واختيار المكان واختيار الطريقه يحسب للرئيس في هذا الامر. دكتور كمال، هل محاربة الإرهاب في حد ذاتها تحمل في طياتها تحصينا للنسيج الاجتماعي وللصف الوطني، ولا محاربة الإرهاب يجب أن تتم بالتوازي مع مجموعة من الإجراءات أو حزمة من الإجراءات لتحصين النسيج الاجتماعي المصري؟ شوف، محاربة الإرهاب ده موضوع كبير جدا، لأنه الإرهاب بقاله أكتر من نص قرن تقريبا بيواصل عمله في داخل الوطن وخارجه، وبالتالي لا يمكن أن يعول على مجرد اللقاءات أو حتى على المواجهة الأمنية أو بشكل منفرد يعني. لكن المواجهة الأمنية هي بداية أو ربما هي إطفاء الحريق، لكن علينا أن احنا نجفف المنابع، يعني طالما أن هذه المنابع باقية فما زلنا تحت التهديد يعني لكل مصر ولكل الوطن، مش بس للأقباط بس، لأنه عندما يستهدف الأقباط هم في النهاية حاملي رسائل للوطن. نعم. يعني المستهدف في النهاية هو الوطن، وعلينا أن ننتبه إلى هذا. القضية ما هيش أقباط ومسلمين، لكن هي مخطط واسع المدى، علينا أن نتعامل معه بما يستحق من اهتمام وبما يستحق من عمق. ربما يكون المجلس القومي الذي أشار إليه الرئيس في قراره الأخير، نعم، لمقاومة المجلس العالمي لمكافحة الإرهاب والتطرف، بالظبط كده، هو ده ربما يكون مدخل، نعم، لأن نضع النقط على الحروف بعيدا عن المعالجات التقليدية التي لم تأتي بنتيجة عبر العقود الماضية. طيب، وأنا أسأل أحد كبار المفكرين، دكتور كمال، من واقع التجارب التي خاضتها دول عدة استطاعت التغلب على الإرهاب، ما هي طبيعة المواجهات الفكرية أو طبيعة المواجهات الاجتماعية بين قوسين إن كان لها مقتضى التي خاضتها هذه الدول لمحاولة الحفاظ على وحدتها الاجتماعية ونسيجها الوطني بعيدا عن المقاربة الأمنية كما أشرت حضرتك؟ شوف، أولا هذه الدول أقرت أن لديها مشكلة متجاوزة لفكرة الدين، وبالتالي هي قضية فكرية بالأساس، ونحن أيضا وقد طرحنا هذا الكلام قبلا أكثر من مناسبة، علينا أن نواجه، يعني أن نسأل أنفسنا لماذا وقع كل هؤلاء الشباب وغيرهم في براثن هذه الجماعات. هل هو المال فقط؟ هل هو الإغراء فقط؟ هل هو لا، هنكتشف في النهاية أنه هناك عامل أساسي، وهو أن الخطاب الثقافي التنويري المصري غاب عن الساحة. غاب لأسباب عديدة، وعلينا أن ندرسها وأن نحقق فيها وأن نعيد الخطاب الثقافي المصري الذي شكل الوجدان المصري عبر عقود طويلة في منتصف القرن العشرين قبل أن تخشانا هذه الجماعات بفكرها المتصحر. وبالتالي لا 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 مجال عن الكلام عن تجديد الخطاب الديني، لأن هذا الكلام مستهلك،
أظن أن الخطاب الثقافي التنويري هو الأولى بالرعاية، وهو الذي يمكن أن يصل بنا في النهاية إلى دولة مدنية علمانية حقيقية هي دولة المواطن. شكرا جزيلا لك دكتور كمال زاخر الكاتب والمفكر.